بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ميراث ثلاثة أصناف من النساء، وهن البنات وبنات الإبن والأخوات. ولنبدأ ببيان ميراث البنات. فالبنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين: الشرط الأول انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، والشرط الثاني انفرادها عمن يعصبها من إخوتها، وذلك لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فقوله وإن كانت واحدة يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب. وبنت الإبن تأخذ النصف بثلاثة شروط: عدم المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم المشارك لها وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. والبنات اثنتان فأكثر يأخذن الثلثين، وذلك بشرطين: الشرط الأول أن يكن اثنتين فأكثر، الشرط الثاني عدم المعصب لهن وهو ابن الميت لصلبه، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فاستفيد من قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين اشتراط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثين، واستفيد من قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين اشتراط كونهن اثنتين فأكثر. لكن قد أشكل لفظ فوق اثنتين في الآية الكريمة، إذ ظاهره أن البنتين لا يأخذن الثلثين، وإنما تأخذه الثلاث فأكثر، كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والجمهور من أهل العلم على خلافه، وأن البنتين تأخذان الثلثين كما تأخذه الثلاث، بدليل حديث جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مال، ولا تنكحان إلا بمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي. والمراد بآية المواريث هي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فهذا الحديث يدل على أن للبنتين الثلثين، وهو نص في محل النزاع وتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وبيان لمعنى الآية، لا سيما وأن سبب نزولها قصة ابنتي سعد بن الربيع وسؤال أمهما عن شأنهما
وحين نزلت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، ويجاب عن لفظة فوق اثنتين التي استدل بها من رأى عدم توريث البنتين الثلثين حتى يكن ثلاثا فأكثر بأجوبة، منها أنه من باب مطابقة الكلام بعضه لبعض، لأنه سبحانه وتعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فالضمير في كن مجموع يطابق الأولاد إن كان الأولاد نساء. فاجتمع في الآية الكريمة ثلاثة أمور: لفظ الأولاد وهو جمع، وضمير كن وهو ضمير جمع، ونساء وهو اسم جمع، فناسب التعبير بفوق اثنتين. ومن الأجوبة عن هذا الإشكال أيضا أن الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث علم قطعا أن حظ الاثنتين الثلثان، لأنه إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث فلأن يكون لها الثلث مع الأنثى التي هي من جنسها أولى وأحرى. وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نصا وميراث الثنتين تنبيها، فإن كلمة فوق اثنتين تفيد أن الفرض لا يزيد بزيادة العدد حتى ولو كنا فوق اثنتين، والله أعلم. وبنتا الإبن مثل بنتي الصلب في استحقاقهما الثلثين، سواء كانتا أختين أو بنتي عم متحاذيتين فتأخذان الثلثين قياسا على بنتي الصلب، لأن بنت الإبن كالبنت، لكن لا بد لهما من توفر ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر، الشرط الثاني عدم المعصب وهو ابن الإبن سواء كان أخاً لهما أو كان ابن عم لهما في درجتهما، الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما سواء كان ابن صلب أو ابن ابن أعلى منهما أو بنات صلب أو بنات ابن واحدة فأكثر أعلى منهما، والله تعالى أعلم. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.